يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، وإنما الأعمال بالخواتيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني علي ومن بغي علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، وإنما الأعمال بالخواتيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي،
وانصرني علي ومن بغي علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وإنما الأعمال بالخواتيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني علي ومن بغي علي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.